السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. قبل ما نبدأ موضوعنا عايز أتكلم عن وليد صلاح عبد اللطيف لاعب نادي الزمالك واللي بيشتغل محلل رياضي، يعني مش محلل حاجة تانية، يعني محلل كروي في برنامج الزمالك اليوم. اتكلم النهارده بعد ما مرتضى منصور هاجمه في اخر زور لي مع خالد غندور، لما اتكلم بشكل ايجابي وجيد عن الكابتن محمود الخطيب، لما قال الكابتن محمود الخطيب قيمه وقامه، ودي شهاده الكابتن محمود الخطيب مش محتاجها، يعني لان العالم كله عارف ان الكابتن محمود الخطيب قيمه وقامه. فكلام وليد صلاح عبد اللطيف لا هيزود الكابتن محمود الخطيب ولا هيقلل من قيمه الكابتن محمود عبد اللطيف، لكن الكلمة الجيدة بتلاقي استحسان وقبول لدى الجميع، وممكن تغير فكر أو تغير إحساس شخص تجاه شخص آخر. لكن مع وليد صلاح عبد اللطيف لأول مرة، أنا ما شفتهاش قبل كده، إن واحد يعتذر عن قيمة أو عن كلمة إيجابية أو كلام إيجابي وكلام محترم والكلام بطريقة محترمة. النهاردة لما أنت بتتكلم بطريقة محترمة تعتذر ليه؟ في وضع طبيعي الاحترام او الكلام باحترام، اول مره اشوف ان واحد يعتذر عن ان حد يتكلم عن حد باحترام. المفروض العكس، لما اتكلم عنك بشكل سلبي، لما اسيء اليك، لما اهاجمك، لما مش عارف ايه، اطلع واعتذر. لكن لما اقول ان انت راجل محترم وانت راجل جيد وانت راجل كويس، اطلع واقول معلش انا بعتذر ان انا قلت ان انت راجل كويس او انت راجل مش عارف ايه، ده ارضاء لمرتضى منصور، عشان مرتضى منصور قالك ما بتعرفش تتكلم ما تطلعش. فهو راح النهارده على حسب كلامه نادي الزمالك وقال اعتذرت للكابتن اول رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على الكلام اللي انا قلته. طلع النهارده بيعيد الاعتذار تاني مره واثنين وثلاثه، وبيقول بعتذر لرئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور اللي ما بيغلطش خالص، هو محق في كلامه. ازاي ان انا اتكلم عن الكابتن الخطيب في برنامج الزمالك باسلوب جيد وقناه النادي الاهلي او مجله الزمالك ما بتتكلمش عن مرتضى منصور باسلوب جيد؟ ايه علاقه ده؟ وانت شغال عند نادي الزمالك ولا شغال عند مرتضى منصور؟ وانت بتدافع عن حقوق نادي الزمالك ولا بتدافع عن حقوق مرتضى منصور؟ كلنا عارفين الاجابه طبعا، انا بطرح اسئله المنطقيه، الاجابات كلنا عارفينها يعني. لكن هو الراجل قال انا بعتذر رئيس نادي الزمالك عشان ومش هتكلم عن حد كويس غير لما يتكلم عن رئيس نادي الزمالك او مرتضى منصور كويس. ما تفرقش معانا، تتكلم كويس، تتكلم مش عارف ايه، يكفي شكلك وصورتك قدام جماهير نادي الزمالك اللي بتشوفك واللي متأكدة واللي ميقنة مليون في المية ان انت مش جاي تدافع عن نادي الزمالك او تتكلم عن حقوق نادي الزمالك، انت جاي تتكلم عن مرتضى منصور او حقوق مرتضى منصور. ده كان تعليق بسيط بخصوص وليد صلاح عبد اللطيف سريعا يعني. اما بالنسبة لكابتن محمد أبو تريكة، زي ما قلت حضراتكم النهاردة كان موجود في الاردن في مباراة اعتزال محمد لافي لاعب الفلسطيني، ولقى ترحاب كبير. حب محمد أبو تريكة اينما تدب قدماه، يعني الحب يكون موجود في قلوب كل الناس، في قلوب كل الناس يعني. محمد ابو تريكه النهارده بعد الاهتفاء في الملعب، محمد ابو تريكه نادي الوحدات الاردني بيمنح محمد ابو تريكه عضويه النادي الشرفيه. برضو منتخب مصر الاولمبي بيتعادل وديا امام جنوب افريقيا بهدف مقابل هدف. يعني المباراه غريبه شويه، اتلعبت من ثلاث اشواط، كل ما انا اعتبرهاش مباراه يعني، من ثلاث اشواط، كل مباراه كل شوط 30 دقيقه، ان منتخب مصر احرز الهدف الاول في الدقيقه 16 ومنتخب جنوب افريقيا تعادل من ضرب الجزاء بعد طرد ثلاث لاعبين، لاعب من منتخب مصر تقريبا محمد صادق واثنين لاعيبه من منتخب الاولمبي. في نفس الوقت الاتحاد المصري لكره القدم بيحاول مع استاد القاهره او الامن والمسؤولين في استاد القاهره على ان المباراه الوديه الثانيه للمنتخب الاولمبي تكون في استاد القاهرة، وهنشوف هل الأمن هيوافق أو الدنيا هتمشي إزاي مع الكابتن شوقي غريب. ده بخصوص منتخب الأولمبي. محمود كهربا بعد الحملة الشرسة اللي طالت والده وهجوم مرتضى منصور على والده، اتكلم من خلال صفحته على موقع تبادل الصور انستجرام، ويعتبر وجه رسالة لوالده كنوع من الدعم والتقدير والاحترام لوالده، وهي تقريبا أغنية أو نص أغنية فيلم او مسلسل حاجه زي كده على ما اتذكر، بس مش متذكر مين اللي قالها، بس تقريبا حاجه لمحمد رمضان يعني. لك ده انا باسمك وعلى حسك بتباهى واتعود، ابوس ايدك وابوس راسك واعيش خدامك ومداسك، انا ابن ابويا، لو شفت خير في الدنيا انت اللي عملته، وقريت كتاب الحياه ومنك اتعلمته،
ده انا لو قلت يا سند وقف لابويا وعند وشال وعانى وقف لابويا وعند وشال همي وريحني، ده انا ابن ابويا. ده كان رئيس الزمالك بسبب هجوم مرتضى منصور على ابوه طلع العقد بتاعه، جاب صور او فيديو لابوه امبارح مرتضى منصور. برضو من ضمن الحاجات المباريات النهارده رونالدو بيسجل هدف في انتصار البرتغال على لوكسمبورغ بثلاثيه تصفيات اوروبا، اصبح كريستيانو رونالدو على بعد هدف واحد من الهدف رقم 700. برضو في نفس التوقيت انجلترا تتلقى هزيمتها الاولى بالتصفيات المؤهله لامم اوروبا منذ 10 اعوام امام التشيك. ده هزيمتها الاولى بالتصفيات منذ 10 اعوام امام التشيك. ده بالنسبه برضو تقرير غريب، يعني قال لك فايلر في سياسه التدوير 10 لاعبين ما لعبوش مع فايلر، على الرغم انه فيه ممكن منهم 3 او 4 مش من لعيبه الصاعدين، مش لعيبه الاساسيه، منهم سعد سمير ومحمد محمود وصالح جمعه وشريف اكرامي وعلي لطفي حسين السيد وكريم نيدفيد. كريم نيدفيد بره، يعني كريم نيدفيد مش موجود في قائمه النادي الاهلي. مصطفى شوبير اعتقد لحد دلوقتي كان القائمه قفلت وكريم نيدفيد عشان مصاب، فممكن يخش في القائمه في يناير يعني على ما اتذكر. يعني مصطفى شوبير، علي عربي بدر، ومحمد عبد المنعم. نتمنى نشوف اللعيبه دي خلال الفتره المقبله، لكن طول ما احنا بنكسب بنفس التشكيل ده نتمنى ثبات التشكيل. لو في وقت يسمح وحسمنا بطول الدوري مثلا بتاعه وعايز يجرب مجموعه من اللاعبين مفيش اي مشكله يعني، وده اعتقد ان فكر فايلر يعني مش موضوع انه يجازف ومجرد المجازفه يعني. ده بالنسبه لموضوع فايلر. تعال ناخد المقال اللي كتبها اسامه السويسي من عن فايلر اللي بيقوم فيه فايلر من النادي الاهلي وتحقيق الفوز والعلامه كاملة من خلال مقالة كتبها في مجلة النادي الأهلي. كتب أسامة السويسي عقب خروج الأهلي من بطولة كأس مصر، وعلى الرغم من أن الخسارة بهدف دون مقابل أمام بيراميدز كانت بفعل فاعل معلوم هو الحكم جهاد جريشة الذي قدم خدمات جليلة للمنافس بتغاضيها عن احتساب ركلات جزاء كل واحدة أوضح من الأخرى لمصلحة الأهلي، وكانت النتيجة التعادل السلبي قبلها. لكني مثل معظم انصار الاهلي كان تركيزنا الاكبر على ان الاهلي لم يقدم المردود المتوقع، وكان هناك اجماع تام على عدم قدره المدرب على التعامل مع المباراه كما ينبغي على الرغم من حصوله على كل الدعم والفرص المتتاليه. وغير وعبر موقع التدوينات القصيره تويتر كتبت يومها باختصار شديد: الاهلي لديه عناصر متميزه لتشكيل فرقتين ليشكل فرقتين، لكن الفريق بحاجه لمدير فني شخصية قوية. وعقب إعلان الأهلي التعاقد مع سويسري ريني فايلر كتبت في هذه الزاوية بتاريخ 5 سبتمبر الماضي تحت عنوان فايلر بين الكتاب الإلكترونية والصحوة الجماهيرية، وكيف أكد جمهور الأهلي المخلص رغبة وعيه الشديد عندما اكتشف مخطط الكتاب الإلكترونية أو شبكة العنكبوتية ولجان السوشيال ميديا المدعومة من بعض وسائل الإعلام التي غرقت في الشاي بالياسمين، وهدفها الواضح هو النيل من النادي ومجلس ادارته بقياده الكابتن محمود الخطيب. وفور اعلان اسم المدير الفني الجديد انهالت الاتهامات على المجلس واتهامات بتعاقد مع مدرب غير معروف ولا يمتلك سيره ذاتيه قويه. وللاسف ساهم بعض الشباب المندفع في تلك الحرب دون قصد، لكن القاعده الكبيره من الجماهير عبرت عن دعمها للمدرب الجديد. وقتها كتبت ان الحكم على المدرب لن يكون منطقيا قبل 10 مباريات على الاقل، وما زلت متمسكا برايي، ولكن المثل الشعبي بيقول الجواب بيبان من عنوانه. ومنذ توليه المسؤوليه خاض الاهلي تحت قياده فايلر 6 مباريات، وكتب 7 هو اخطا يعني، 2 في افريقيا ومباراه كاس السوبر و3 في الدوري المصري. 6 مباريات بداها خارج الديار امام كان سبورت في غينيا الاستوائيه في الدور التمهيدي من دوري ابطال افريقيا، وفاز بهدفين نظيفين، وكانت المحطة الثانية الفوز على الغريم التقليدي الزمالك، والفوز بأول لقب له مع الأهلي بالتتويج بكأس السوبر المصري بالانتصار ب3 أهداف ملعوبة مقابل هدفين من ركلتي جزاء، ثم الفوز على سموحة بهدف مرد في افتتاح الدوري الجديد. تبعه تكرار الفوز على كان سبورت في افريقيا برباعية نظيفة والتأهل إلى دور المجموعات، وحقق بعدها الفوز بالنتيجة ذاتها على الإنتاج الحربي في الدوري او ثاني مواجهات الدوري المصري. وكانت المواجهه الاخيره الفوز على اسوان في عز حر الصعيد ب5 أهداف مقابل هدف واحد،
والمؤكد أن الأرقام في تلك المواجهة تقول الكثير، خصوصا على صعيد النزعة الهجومية بتسجيل يعني أهداف كبيرة بمعدل كبير، معدل تهديفي كبير يقترب من 3 أهداف في المباراة الواحدة. والواضح أن بصمات فايلر ظهرت على الأداء المقنع وأثبت حقيقة ما قلناه من أن الفريق يمتلك فريقين من اللاعبين الجاهزين، وأبرز دليل على ذلك استخدام عناصر مختلفة بين مباراة والتي تليها مباشرة، خصوصا أن أكثر ما عانى منه الأهلي في الموسم أو المواسم الماضية هو تلاحم المباريات التي تسببت في حالة إرهاق، خصوصا لو اعتمدت على قائمة واحدة من اللاعب عدد أو ثبت التشكيل بتاع اللاعبين التشكيلة الأساسية، والأهم من ذلك توظيف اللاعبين وظهور بصمته في الجمل التكتيكية التي تطبق خلال المباريات. والمؤكد أن كل المؤشرات تقول أن القادم سيكون أفضل بإذن الله، المهم هو الصبر والدعم من جمهورنا المخلص والواعي الذي يقوم بدوره على الوجه الأكمل. وتخيلوا معي لو أن الأهلي يحظى بهذا الدعم في المدرجات، ماذا سيكون الوضع؟ يعني لو الجمهور معاه كان النادي الأهلي وأداء لعبته زاد ويعني بقى وصل لدرجة عالية وكبيرة جدا. آخر الكلام، سيظل بعض الكارهين وحتى نهاية الموسم يرددون أن فايلر لم يواجه فرقا قوية حتى نحكم عليه، ربنا يشفي لأن الغرض مرض. ده كان مقالة أسامة السويسي في مجلة النادي الأهلي. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، لو بتشوفنا لأول مرة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. السلام عليكم.